أقام المركز الصحي الرئيسي في ناحية سليمان بيك في قضاء طوزة وبمناسبة بدء العام الدراسي الجديد محاضرة تناولت سبل الوقاية من فيروس كورونا وتأثيره على الصحة النفسية بحضور مديري الدوائر الحكومية ومديري المدارس في الناحية. العام الدراسي الجديد أقيم المركز الصحي الرئيسي في سليمان بيك محاضرة صحية حول فيروس كورونا والصحة النفسية وبحضور جميع موظفيه ومدراء الدوائر والمدارس وجمع غفير من المواطنين، وكان الهدف منها هو توعية المدارس حول كيفية استقبال الطلاب الجدد وبدء العام الدراسي والتباعد والنظافة الشخصية للطلاب، وكان الحضور مميز والإلقاء من قبل المحاضرين مميز جدا. بتوجيهات وزارة الصحة وقسم دائرة تعزيز الصحة والإرشاد الصحي حول مبادرة يعني بداية العام الدراسي الجديد وتوعية المواطنين والمدارس على كيفية الوقاية من فيروس كورونا وتفشي المرض في محافظة صلاح الدين، قامت ندوة بعنوان يعني حول إرشاد مرض فيروس كورونا في قطاع سليمان بيك، وهذا يعني كانت ندوة مشوقة وكانت جميلة بحضور يعني كادر جميل ومن قطاع سليمان بيك، وكان الحضور جيد.